بابا تعلمت لغة جديدة في المدرسة. والله ايش تعلمتي؟ فرنسي. اوه اعطيني كم كلمة. كم تتفعل معناها ايش اسمك؟ واو احسنتي ايمان. بابا انت تعرف لغة ثانية؟ انا ايوه اعرف لغة ثانية اكيد انا مثقف. ايش اللغة هذه يا بابا؟ اسمها فيفي لالكو. ما في لغة بهذا الاسم. اوه ما تعرف هذا اللغة؟ حتى انس يعرفها. انس تكلم فيفي لالكو. هيا برريان شيني كلاك ابني هيا وليلي يا برريان شيني كان يا بابا هيا نرى شيني لك امونا انا وراسيا ايه كلاك اما يلا برريان ما عادي جرا ايش بتقولوا؟ شيني لك امني يا برسيا بجنا يا ريامو هيا فاتي وفي شي كلابو لا تتكلموا علي اين لك لك تبوني بجنا أفلا أفا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا تفضلوا لا ترفع الحجر ارفع تعليمات الدخول اضغط جرس الجمجمة اثنين غنوا شي غني يلا طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموس يا شغلتي الغناء وبعدين قولوا شي شي فافا لولو بابا غنوش سيامند وشهاد حياكم الله. طبعا اي واحد يجي بيتنا في عادة يسووها حط وجهه هنا تمام، لكن اليوم نبغى نجرب شيء جديد. تلعبوا حجر ورقة مقص والخسران يحط وجهه هنا. حجر ورقة مقص يلا يلا وجهك يلا شكله وسيم كذا. بيقولوا الأولاد يجننوا، لكن بعد ما تشوف المقالب منهم حتغيروا رأيكم. سيامة وشاهد جبتوا للأطفال هدايا؟ مو مشكلة أنا بعطيكم مو مشكلة أنا لا 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 استنوا استنوا أنا بعطيكم هدايا تعطيهم هي. مفاجأة للأطفال هدايا؟ طب لحظة 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 ما شاء الله شوف الهدايا. أوه هذا الإيمان وهذه أوه هذا ليا. طب خلينا أنا أفتح هديتي أول. ها يعطيكم العافية شكرا والله شكرا ما يحتاج. أعتقد هذه أول مرة ضيف يجي ويجيب لنا هدايا. إيمان خجلت إيمان اليوم خجلان كثير. لا 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 كثير خجلان. لا 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 من جد هذه هديتي. واو جابوا لي محفظة محفظة وفلوس 1500 ريال. لا 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 عادي عادي تمش والله شكرا عادي. خلينا نشوف الهدايا الثانية. اسمع ايش تتوقع فيها؟ تاخذ فلوس. تاخذ فيها فلوس يلا. اوه واو ايمان ايش هذا؟ مرة حلو شكله اليو. ايش فيه؟ ورينا. ورينا. ايش هذا؟ اوه من جدكم؟ شو هذا؟ واو شو هذا؟ كذا الهدايا اللي جيبوها انتو؟ اين يوسف؟ هذه يوسف يلا بصلة انيان انيان قل شكرا يا زعلان قل شكرا والله زعلان. اوه مرة حيبكي شوف ايش سويته فيه والله شكرا حيبكي شوف يلا ما في الارض ما في الارض ورينا هذه لعبة من اول قاعد ادور عليها. طيب ايش معنى جبتوا لي انا هديه حلوه هم لا؟ والله ما والله يا حرام والله يوسف كرهنا يوسف خلاص خلاص اراضيك خذ 500 ريال. لا لا بمزح ايش 500 ريال؟ لا لا 500 ريال معليش فلوسي. جاب لكم حلويات ها بدي رجعني هاتي هاتي انت شاهد حلويات
اسحبي اسحبي بقوة. تفضل. والله اني خايفة. تفضل حمام. وريهم جاد الحين. محمد جاب لنا جاد. جاد بس شكرا. روح جيب الجاد الحقيقي. ها طبعا اليوم حتنبسطوا وحتاكلوا فشار. ممكن تشربوا مشروبات غازيه وممكن تشوف النجوم بعد المقالب. نسيت اقول لكم بالعاده كمان لما نضيف يجوا يركب على السياره. انت معذوره عشانك حامل بس انت ما عندك عذر. اهم شيء انك ما تكسر السيارة. كافي مقالب ولا كمان؟ لا حاجة. انتبه ما في شيء. ما تعرف. لعبة غريبة في شراشة تطلع من فمه. شوف هذا عقرب ميت ناشف. ايش بك خايفة؟ ميت. يقول عنده كثير فلوس. اوه اوكي خذي. يقول لا لا بس واحد. اه بس واحد عادي اخذ شيء؟ لا واحد بس. هاي كم اوه غلط. او ماتش ما يعرف. واحد اثنين. يوسف يقول لا تسوي هذا حركة. يحياكم الله. طيب لازم تاكلوا هذا كله لحالكم. ها تحدي تحدي الخروف. هذه حتى تغسلوا اصابعكم. حطوا اصابعكم جوا الاثنين. ايوه اثنين جوا جوا. ثم حط الثاني دخلي جوا جوا. ايوه اكيد. الحين حاول طلع اصابعكم. او ماي جاد او ماي جاد تقطعوها تقطعوها. جاد مره منصدم منهم. شو كيف طالع فيهم. صار ينصدم من الاشكال الجديده. ما يخاف منك ها؟ لا ما شاء الله. غرفه ايمان شكلها هيك جيرلي. يا هذه غرفة يوسف. والله يعرف له. واه يعرف له. اوبس فلايز. اوه ماي جاد. من كم؟ انت. انا؟ ايوه. اوه. تعطينا رأيك فيكي. يا. شو رأيك فيها؟ حلو. حتى الشخص عمل فينا مقالب هو يوسف اليوم. اليوم رح أولد لا محاسة. No. For me? Yeah. Both of you. Both of us? Okay. Is it? Fine. Wait. انا شلتها حطيتها بعديت ايمان. ايوه مره زعلان. اوه اوه. مره زعل. اوه يوسف خلاص. ما في شيء خلاص. اوه خليه مقلبكم مضبوط كذا عشان ما نخلص. اوه يوسف يوسف. أول مرة يجوا جدة طبعا فقلنا لازم نطلعهم. جبناهم الشاطئ. جنة الكورنيش بصراحة. اي هذا الكورنيش الجديد اليوم كان. من زمان ما جات الكورنيش الجديد فمبسوطة صح؟ مع السلامة. ايش بكم
القصه.